تبحث أم أحمد عن أي شيء قد تستطيع تحويله إلى وجبة غداء لأحفادها بعد نفاد مؤونتها الشهرية وعدم قدرتها على تأمين شيء يعيلها وأسرتها في الأيام القادمة. 6 سنوات من النزوح كانت كفيلة بتغيير حياتها من حياة ميسورة إلى ما دون خط الفقر. هذا اليوم قد يكون أفضل من الأيام القادمة، فعلى الأقل وجدت ما تسد به رمق الأطفال. يا ابني هذا الشهر ما جتنا سلي ولا جانا شي، يعني عنده تالي حمص عم يسلق وطعمي له الأجيل، يعني ولا بكره بفرجها الله لا شوفها شو الله بدي يبعث لنا، بلكي الله بيبعث لنا رزقتنا، بتجينا معوني بتجينا شياني ليك والله العظيم بكره اثبت طعمي هون ما بعرف. لم تتوقف المساعدات نهائيا عن الشمال السوري، لكن حرمت كثير من العوائل من المساعدات المقدمه من برنامج الاغذيه العالمي. فقد سجلت المنظمات المعنية شطب أكثر من 200,000 سلة إغاثية من المخصصات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، بعد وضعه شروطاً قاسية وصفها العاملون الإغاثيون بالشروط المجحفة التي تحرم أكثر من 80% من النازحين من الحصول على المساعدات الإغاثية. شغل ما في في المخيمات، عمل ما في في المنطقة، غلاء كبير. إذا تموا على هذا القرار اللي اتخذوه راح تصير مجاعة في الشمال السوري، راح تصير مجاعة بسكان المخيمات، لأنه مالهم أغلب اعتمادهم هو كان على السلة. أوضاع صعبة يعيشها النازحون في الشمال السوري بسبب طول سنوات النزوح وانخفاض التمويل الدولي وسوء الحالة المعيشية بعد وقوع أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر بحسب منظمة منسقو استجابة سوريا. ضغوط معيشية ومجاعة تحذر منها المنظمات في شمال سوريا مع استمرار تراجع حجم المساعدات الإنسانية التي حرمت آلاف العائلات منها، ليظل أملها بالحصول على أي دعم معلقا بالقرارات الدولية. خالد البي، العربي، شمال سوريا.